دي مرسيدس 180 موديل 60. الفئة دي من سنة 52 ل 61، دي تعتبر آخر الشكل فيها. يعني هي أهم حاجة أنا بصيت فيها الكاملات بتاعتها، زي الزراير، زي الأوكر، زي النواكل، الحاجات دي مهمة جدا، الحاجات دي قليلة. التابلو والخشب اللي فوق التابلو والأبانوس والكلام ده كان كامل وجديد، يعني في حالة جديد. الميزة في العربية دي كل النواكل اللي فيها أصلية. نيكل طبعا كان زمان بيهتموا جدا بالنواكل في العربية، ان هي كل ما تبقى النواكل اكتر كل ما تبقى العربية افخم. بالنسبة للعربية من جوه فهي الدركسون بتاعها عاج وعصاية الفتيس عاج. التابلو بتاعها من فوق بيبقى فيه خشب، من جوه بيبقى مطعم زراير موجودة من مادة الباكلايت، بقى فيش حاجة دلوقتي تتعمل من الباكلايت. الفريمات بتاعت البيباد كلها باكلايت. هي العربية فيها برضو كماليات كانت موجودة زمان أساسية، كانت زي مثلا الزور كان الستارت انجن، علشان لو حصل غلط بحد يدور بالعربية ده كونتاك بالغلط العربية ما تدورش معاه. قلاب النور في الأرضية من تحت مش موجود في الإيد. برضو مساحات المية ليها بامب فيها مضخة في الرجل كده بدوس عليها بتدي مية عن طريق الضغط مش كهرباء. برضو عندي الراديو الأصلي شغال. صيانة العربية هي ميزة العربيات المرسيدس عموما ان هي صيانتها بسيطة، يعني هو عشان كده هي المرسيدس عموما نجح في السوق المصري. قطع غيارها متوفرة، زائد برضو انا بفضل اركب برضو قطع الغيار الاصلية بتاعت اللي عليها رقم العربية الاصلي. زمان ما كانش فيه قصة الانترنت، وما كانش فيه حد مثلا ممكن يكون حد عنده عربية قديمة ما يعرفش قيمتها. سعر العربية دلوقتي بقى مختلف تماما عن قبل كده بسبب التواصل. كل مدى والعربيات بتقل، وبرضه بيتحكم في سعر العربية الحالة بتاعتها. عندي عربية تانية مرسيدس برضه بس مش كلاسيك قوي، موديل 82 S 280، يعني بين الكلاسيك وبين الحديث.